طيب نروح لزميلنا بقى محمد توفيق من ارض الملعب، نتعرف منه على الاجواء الاخيره قبل انطلاق المباراه بدقائق قليله. يا محمد ايه الاخبار عندك؟ دي بصراحه بالكابتن ايمن وضيوف احترام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في مكانك، تاكيدا لكلام كابتن علاء ميهوب في البدايه، يمكن المدير الفني سواء في المؤتمر الصحفي هنا في القاهره او حتى المؤتمر الصحفي اللي كان قبل المباراه امس اتكلم، لا نفس الكلام اللي كان بيقوله كابتن علاء ان هو بيعول على الجمهور، ما اتكلمش فنيات قد ما اتكلم ان الجمهور اللي راح يبقى حاضر ويبقى فارق معاهم. يمكن انا شايف انت جودات من بدري جدا يا كابتن ايمن، بدايه من اقتحام الاسوار والناس كثيره جوه الاستاد داخله تقول ما تذاكرك، حتى في مشهد واحنا اتوبيس النادي الاهلي بيدخل الملعب كان في جمهور كتير جدا، الامن ما قدرش يسيطر عليه واقتحم الملعب خلف اتوبيس النادي الاهلي ودخل، يمكن لعيبه النادي الاهلي حالا دخل اوضه اللبس بيستعدوا للنزول لارض الملعب. عايز اقول لحضرتك يا كابتن ايمن هم اضطروا ان هم يمشوا من منتصف الملعب خوفا طبعا من القاء الزجاجات مره اخرى، يمكن على عدد زي ما بقول لحضرتك مش اقل من 10,000 متفرج زياده على الساعه الرسميه للبوليسان، يمكن يعطلوا اسوار العليا يا كابتن ايمن اللي فوق المدرجات في الممرات مليانه جماهير، اعتقد ما يقل عن 10,000 متفرج موجودين زياده عن الساعه الامنيه. يمكن النادي الاهلي طبعا هنا في الكواليس ابدى احتجاجه، وكان في كلام مع المنسق الامني للمباراه اللي بالمناسبه دي معلومه اقولها لكم وانتم حللوها طبعا، المنسق الامني للمباراه سنغالي، يعني عايز اقول لك حدث ولا حرج عن استخدام الليزر في الملعب، الحكم نفسه ما جيت له وهو داخل اوضه الملابس حالا دلوقتي، يمكن تم استعمال الليزر والجمهور كان ضارب الليزر في وشه، فانا عايز اقول لحضرتك ان الحكم شغال النهارده والمراقب الامني او المنسق الامني للمباراه كمان شغالي، فمش عارف هيتكلم عن عن المنظر اللي احنا شايفينه والليزر المنتشر في الملعب بشكل كبير جدا ازاي. يمكن اجواء حماسيه زي ما قلنا، ان شاء الله زي ما حضراتكم قلتوا لاعبي النادي الاهلي قادرين باذن الله يعطوا المباراه لبر الامان، وان شاء الله يبقى الماتش في الملعب ونستوي في الملعب وناخد بطاقات ان شاء الله من داخل ارضيه الملعب يا كابتن عادل. باذن الله نتمنى ان طبعا زي ما شايفين في الصوره يمكن توجيه اشعه الليزر على لعيبه النادي الاهلي، وطبعا ما كناش نتمنى سيناريو الخروج على النص، ولكن حاجه من الحاجات اللي كانت متوقعه يعني في المباريات ديت احيانا بتبقى يعني كان نفسنا او كنا نتمنى ان تبقى المعامله بالمثل زي ما جمهور الرجاء هنا ولاعبي الرجاء اتقابلوا بترحاب واتقابلوا باحسن مقابله، ما كانش في اي مشاكل خلال المباراه ولا قبل المباراه ولا بعد المباراه ولا اثناء المباراه، ولكن يعني الحمد لله على كل شيء، وان شاء الله النادي الاهلي يتخطى الدور دوت ويقدر يتعامل مع الاجواء دي الاجواء الصعبه دي، وان شاء الله نوصل باذن الله للدور قبل النهائي.